مرحبا بكم متابعو قناة تارو موزايك في فيديو جديد. أرجو أن يجدكم وأنتم في أحسن أحوالكم وأروعها. اشتقت إليكم كثيرا، أعتذر عن صوتي المتعب، قد نزلت للسباحة ليلا وأصبت بنزلة برد، هذا الذي جعلني أتأخر في وضع فيديوهات حتى تعافيت قليلا. وقبل أن أبدأ بالقراءة قراءة اليوم، أطلب من أحد منتسبي القناة وهو عضو ممتاز أبو عبد الله، يظهر اسمه هنا مع اسم المعرف، أطلب منك يا أبو عبد الله أن تبعث رسالة على إيميل القناة الموجود في صندوق الوصف، لتبعث هنا على الإيميل انشغالاتك أو استفسارات لديك وتريد معرفة أجوبة عنها، وأيضا لنحدد موعد لقراءة خاصة مجانية مباشرة، لأن الذين يفوزون بقراءة خاصة مجانية نقدم لهم قراءة خاصة عن طريق تسجيل فيديو، وأعطيهم رابط الفيديو كما هو موضح في صندوق الوصف، أعطيهم رابط الفيديو، هذا الفيديو لا يستطيع أن يشاهده أحد غيرهم. أما الذين هم من المنتسبين إلى القناة وعضو ممتاز، أقدم لهم قراءة خاصة مجانية مباشرة، وهذه ميزة تقدم لهم. فشكرا لك أبو عبد الله، وأنا سعيدة جدا بالتواصل معك. إذا فيديو اليوم: ما القادم للحب والزواج للرجال والنساء؟ مواصفاته. أنا سأذكر رجل يعني بصيغة الرجل، يعني كأنه الفيديو للمرأة صيغة الرجل، لأنه أغلبهم نساء الذين يطلبون هذا القراءة، ولكن أيضا للرجال، فأنا أقول بصيغة الأنثى وأنت أسقطها على قصتك الخاصة. إذا ما هي مواصفاته هنا وهي الحقيقية؟ هل هو شخص جديد أم قديم إلى غير ذلك؟ ونبدأ على بركة الله. إذا لدينا مجموعتان، المجموعة الأولى بسوار المرجان، المجموعة الثانية بسوار الماندالا، ماندالات، أو أول حرف من اسمك أنت، تظهر الحرف هنا، وسأضعها أيضا في أول تعليق مثبت، طلبته إحدى المتتبعات أن أضع الأحرف في أول تعليق مثبت، وسألبي هذه الرغبة وأترك لكم وقتا للاختيار. تفضلوا. إذا لنبدأ على بركة الله مع أول مجموعة وسوار المرجان. إذا من القادم للحب والزواج؟ سأرى طاقته الأول، مواصفاته، نواياه الحقيقية، هل هو شخص جديد أم قديم؟ نبدأ على بركة الله، نطلب الدعم والإرشاد الإلهي. توقيت القراءة أيضا طبعا في صندوق الوصف. يلا دعوني انظر الى هذه الاوراق قليلا.
حسب الطاقة، ربما هذا الشخص لن تجده، ليس رومانسي قليلا، لن تجده رومانسي، وأيضا عنده عقل نشط جدا ويفكر كثيرا، منطقي، عقله يشتغل كثيرا ومنطقي، هو يتعامل بالعواطف، يعني عاطفي أيضا ولكنه ليس رومانسي. حسنا، قد يكون هذا عنده قليلا صعوبة في الثقة في النفس، عنده مشاكل، مجروح من الناس وحساس جدا. للبعض هو قد يكون قد خارج من علاقة أو خارج من حالة نفسية صعبة أو مشاكل، كان عنده مشكلة ربما مع العائلة، أو عنده كان عنده مشكلة أو علاقة صعبة يخرج منها حاليا، وهو حساس جدا جدا، ويحلم، يحلم بأن يلتقي بشخص يداوي جروحه، يطمئنه بأنه لسه الدنيا بخير، ترجع له ثقته في الناس، بأنه يستطيع أن يلتقي شخص يحبه، لأنه عنده الشعور بالرفض وبأنه غير محبوب. هذا الشخص كانت عنده طفولة صعبة، ربما كانت عنده مشاكل من مشاكل مع أمه، طفولة، في الطفولة، طفولة صعبة جدا، إلا أنه يعني بقوة، هو عنده قوة شخصية، رغم أنه عنده ثقة في النفس قليلا مهزوزة، لكنه لا يبدو ذلك، لأنه قد نمى نفسه وظهرت بالتامبيرنس، استطاع أن يوازن نفسه، يوازن نفسه بتلك التعب النفسي، المشاكل النفسية، الضعف والهشاشة النفسية، استطاع أن يوازنها، سأقول لك كيف، لأنه تراه من الخارج هو يبدو لك شخصية قوية، هو أيضا هو فعلا شخصية قوية، لكنه تلقى طعنات كثيرة، وهو قد يبدو لك من الخارج ذو مكانة اجتماعية مرموقة، يعني عنده مكانة اجتماعية، عنده عمل أو وظيفة هو مسؤول فيها، الجميع يحترمه، كلهم يكونون له الاحترام والمحبة، يحبه الناس، ولكن عنده هذا الشعور بالرفض قادم من الطفولة، بسرعة يتأذى، بسرعة يجرح من الآخرين بسبب هذه الحساسية الشديدة، يخاف أن يجرح لأنه جرح كثيرا، فيخاف أن يجرح مجددا، جروح الطفولة لا تزال لم تشفى بعد، فأي كلمة تعيد إلى الطفولة، أي تصرف يعيد بسرعة للطفولة، هذه هنا تكمن هشاشة، رغم أنه قلت لك ذكي جدا، أناليزي، منطقي في أفكاره، وقد حقق الكثير، ربما حتى كان ممتاز وطفل مشع، طفل مشع دراسيا، ذكي جدا وناجح دراسيا، قد يكون، وحقق مكانته الاجتماعية بنفسه، بقوته الشخصية، بقوته، رغم أنه عنده ذلك في أعماق أعماقه، لن يظهر إلا للشخص الذي يتعاشر ويعاشره، لا تظهر هذه الأمور إلا الشخص الذي يعاشره، في العائلة يعرفون ذلك، الشخص الذي يكون قريب منه سيعلم ذلك، كالحبيب أو الزوج أو هو تلقى الرفض، حس بأنه مرفوض، ربما من الأم، ربما المشكل هذا من الأم، وحس بأنه مرفوض، فهو يخاف من الرفض، ولكنه محب كبير، هذا الشخص محب كبير، بمجرد أن يثق فيك، يثق في حبك له، سيعطيك حبا كبير، ويعطيك كل شيء، سيعطيك كل شيء، هذا الجرح، الجرح من العائلة، أو جرح في الطفولة، أو خارج من علاقة، جرحت أو أم صعب، هنا يخرج من أمور صعبة، يحلم بأن يكون عائلة فيها الأمان. شوفوا هذه البطاقة، بطاقة 6 أكواب، ها انظروا، الكلاب، الأطفال،
عائلة التي يكون فيها كلب تشعر بأنه فيها أمان، فيها الحب، فيها العفوية، فيها يعني عائلة كاملة. هذه البطاقة تريد أن تقول أنها عائلة مثالية، وهذا الشخص كريم جدا وميسور ماديا، مش قد يكون عنده أموال كثيرة ولكن ميسور ماديا وهو كريم جدا، يعني يعطيك كل شيء. هو فقط يبحث عن الحب، وعندما يجد الحب سيعطي كل شيء، كل أمل. هناك دستار، كل أمل أن يجد الحب. هذا الشخص كما قلت لك ناجح في حياته العالمية عملية، وأيضا منظم جدا في هندامه، في المكان الذي يتواجد فيه كل شيء منظم ونظيف، ولكن هو نظيف في نفسه ونظيف في مكانه في أشيائه، في حتى قد تجد حتى ثيابه مكوية، يقوم هو بكي ثيابه بنفسه، نظيف جدا ومنظم جدا. التعامل معه سيكون خاص جدا لأنه حساس جدا، هو مفكر جيد جدا ومنطقي، يعني أي شيء تفعله سيقعد يفكر ماذا، لماذا قلت هذا، لماذا فعلت، سيفكر، وعنده نوبات غضب وعصبية. شخص حركاته قلقة سريعة، عنده مشية سريعة، أكله سريع، وعندما يجلس المفروض أنتم تجلسون مثلا في لحظة أنس تراه كثير الحركة وكأنه غير مرتاح، هو هكذا ليس على بعضه، هو داخله قلق. قلت لك عنده جروح الطفولة التي لم يشفيها بعد، وأنا أتمنى فعلا أن يلتقي هذا الشخص بحب حياته، ويعرف هذا الشخص أن يحبه فعلا، لأنه بحاجة إلى الحب، لأنه هو يمنح الحب والإخلاص والوفاء. هو جميل جدا، ورغم جماله واهتمامه بنفسه ومهتم جدا بنفسه، يعني لن يخرج هكذا، دائما يخرج في أحلى حلله وأحلى في أحلى حالاته، بأجمل حالاته، لن يخرج هكذا أبدا، يهتم بهندامه، يهتم بنفسه، وناس كثيرة حوله، إلا أنه مخلص ووفي، أبدا أبدا لا يعرف الخيانة، سيكون السند والعون لك في الحياة سواء رجل أو امرأة. هذه عائلة، عائلة معروفة عريقة. قد تكون هذا الشخص أنت أكبر من هذا الشخص، ولكن أنت تبدو أصغر. هذا الشخص قد يكون في عائلته شخص موهوب أو مشهور فنان، في عائلته قد يكون الأب أو الأم أو الإخوة أو العائلة، أو قد يكون هو عنده مواهب إبداعية. قلت لك التعامل معه خاص جدا جدا، يجب أن تنتبه للكلام الذي تقوله وللتصرفات. هو في البداية لن يعطيك الثقة، هو عندما يجدك ويشعر بالحب ناحيتك، قلت لك هو ليس مبادر. شوفوا، قد تلتقي هذا الشخص في العمل، لو التقيته في العمل، لو يعني أعطيكم عدة احتمالات، قد تلتقيه في العمل، قد، ولو التقيته في العمل سيكون أسهل لك، لأنه سيراك كل يوم، يتعامل معك كل يوم، لأنه هو شخص لا يبادر، ليست لديه المبادرة، فأنت من يجب عليك أن تقوم بالمبادرة، حتى لو كنت امرأة، يعني مرة تقربي منه إذا كان قد أعجبك، لأنه سيبدو لك من بعيد، كان هذا رجل، سيبدو لك من بعيد شخص قوي شخصية، مسؤول، الكل يهابه، عنده الهيبة، عندما ترينه ذهبينه، عنده الهبة، ولن يقوم بأي، هو يخاف من الربط، فيخاف لو حتى لو كنت تعجبينه يخاف أن يتقدم إليك، فأنت يجب أن تقوم بهذه الخطوة. كيف؟ حذاري، مجينا تقولي له نعم أنا أحبك، هل ممكن أن تأتي لي؟ حذاري حذاري، هو يهتم كثيرا بهذه الأمور لأنه عندهش الثقة في الناس، حذاري، حتى طريقة التقرب منه ليست سهلة. مثلا تقدم بطريقة ديسكريت،
ديسكريت يعني غير واضحة، غير فجة، غير فجة، با فولغار، انك تعرفي يعني اليوم تبقى تكلمي معاها في حدود العمل، تعطيها الاخر بانك مهتمه به بدون دائما في حدود. فهكذا ربما يبدا حتى هو يرتاح لك، ولكن ان يقوم هو نفسه بهذه الخطوه لا اعتقد، لا اعتقد، بناء على شخصيته. وقلت لك انه في البدايه لن يعطيك كل شيء، حتى وان كان يعجب بك، حسنا، حتى لو كان يعجب بك هذا الشخص سواء كان رجل او امراه، حتى لو كان يعجب بك لن يعطيك الثقه كامله، وانما ربما يدخلك في اختبارات، في امتحانات، قد يراقبك حتى يتاكد منك. يعني جرح كبير، هو يجرح بسهوله وقد جرح كثيرا، فكيف سيسمح لاي شخص بان يجرحه؟ هو قد وضع سوار حول سوار، ما هي سوار؟ عفوا عفوا، قصدي جدار، سور، سور. قد صور قلبه، فهمتم؟ لأنه يخاف على قلبه، يخاف على نفسه، فسيدخلك في اختبارات، في امتحانات، قد يراقبك، قد يتباعك، يعرفك حتى جيدا جيدا، عندما يعرف جيدا جيدا أين هو قد يسلم لك، ولن يسلم لك بسهولة. فأنت دائما كن حاضرا مع هذا الشخص، كن حاضرا خاصة في البدايات، لأن البدايات هي التي ستبني هذه العلاقة، فعندما سيعطيك الثقة وغير ذلك خلاص ستكون قليلا على عفويتك وعلى طبيعتك، سيعرفك بأنك لا تقصد هذا، بأنك شخص جدير بالثقة، بأنك مخلص، بأنك وبأنك وبأنك، والثقة تبنى ولا تعطى، لن يعطيك ثقتك، ثقته فيك حتى تبني انت هذه الثقة عنده. كم تفهمون الأمور؟ هذه هي، نعم، هذا هي الشخصية هذا الشخص. عندما يحبك سيضعك في المرتبة الأولى، أنت الأولوية في حياته. لو استطعت أن تكسب قلب هذا الشخص ستكون أنت الأولوية في حياته، أنت وبعدك يأتي الآخرون، لأنك أنت الذي أعطيته الثقة، أنت الذي تعطيه الحب، أنت الذي حتى هو جروحه الطفولية، نعم، من الطفولة أنت ستشفيها بالحب، بالحب فقط، أنه أنت أنه مرغوب، ستحسسه بأنه مرغوب، وعندما تشعره بأنه مرغوب لن يريد من الدنيا شيئا آخر. هذا الشخص كنز بالنسبة لي أنا، هذا شخص كنز. سأعطيكم ورقة الحب لنرى ماذا سأقول لك. ورقة الحب، ولو ضاعت الثقة من عند هذا الشخص، أضيعت الثقة هذا الشخص فيك، لن تستردها أبدا، وجه صعب في التعامل. يلا ماذا ستقول لك ورقة الحب؟ Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. تقول لك قد يكون هذا الشخص توأم روحك، ولكن هذه البطاقة تقول لك يجب أن يكون لديك فكر منفتح. قد يكون توأم روحك شخص مختلف عن الأشخاص الذين تعودت أن تتعرف عليهم، شخص مختلف عن الأشخاص الذين تعودت أن تحبهم وتقع في حبهم. قالك حذاري، دائما عندك عقل منفتح وانتبه، قد يكون هذا هو توأم روحك، ولكن قد يكون مختلف عنك تماما، أو مختلف عن حتى الأشخاص الذين اعتدت أن تقع في حبهم، وحتى مختلف عن توقعاتك. تقبل، تقبل الأشخاص المختلفين عنك، المهم أن يكونوا جديرين بالحب. سأعطيك الفأل أيضا، لأن هذه القراءات تحب الفأل. فألك، فألك من البقالات الجزائرية أو من أشعار المجدوب معربة، يعني هي بقالات الجزائرية وأشعار المجدوب المغربية، هي بالدارجة، ولكن كان دارجة بيضاء بحيث تفهم فأتركها بيضاء، وهناك بعض الأشعار المجدوب والبقالات تكون دارجة صعبة فعربتها نوعا ما شوية يعني. فنرى، هو فألك. واو، هذه هذه لا بقالة ولا أشعار مجدوب، تقول لك أنت مثل الشمس،
لها ظلال والشمس لا تحجب بغربال. أنت طالما لا تريد أن تقول هذه، تريد أن تقول لك بأنك أينما تكون، سواء في العمل، سواء في الخارج تمشي، سواء دخلت لتشتري من محل ما، أينما تكون أنت محط الأنظار. هل يمكن أن لا ترى الشمس؟ الشمس تجعلك تراها غصبا عنك، إذا لم تراها تشعر بها، لأنه طاقة كبيرة. فأنت تقول لك أنت مثل الشمس، وهل الشمس تحجب بالغربال؟ لا طبعا. فأنت مثل الشمس، هذا الشخص سينتبه إليك، سينتبه إليك وسيعجب بك، يعني رسميا سيعجب بك هذا الشخص، وسيبدي أنه معجب بك، ربما لين في نظراته أو في طريقة كلامه معك عندما تتكلم معه، أنت تشعر بأنه يريد أن يتكلم، أنه يرتاح معك، لأنه سيعجب بك، لأنك أنت مثل الشمس، لا يمكن أن لا تلفت الانتباه، لا يمكن أن لا تثير إعجاب الآخرين، يطمئنك. هذا الفأل يطمئنك. حسنا، نقول لكم الأبراج، عندنا القوس، الجدي، العقرب، الثور، والدلو. القوس مرتين. حسنا، نصل إلى نهاية هذه القراءة، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم وأجابتكم عن أسئلتكم، أعطتكم بعض الأمل، ونذهب إلى المجموعة الثانية. مرحبا أحبائي الذين اخترتم من المجموعة الثانية وصور المندلات أو أول حرف من اسمك أنت. إذا ما القادم للحب والزواج؟ مواصفاته، نواياه الحقيقية، هل هو شخص جديد أم شخص قديم؟ أحاول أن أخبطها في الأرض. نبدأ على بركة الله. الأول مع الطاقة، يا حبيبي هذا قلبه مفتوح. هذه الطاقة الغريبة الغريبة، فارس الأكواب يذهب إلى هنا. قلت عندما رأيتك فارس الأكواب، قلت لك هذا قلبه مفتوح، محب كبير. ثم يأتيني فارس الصيد الذي يذهب للجهة الأخرى، ويذهب إلى أين؟ يذهب إلى الناقد. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أنه هذا رومانسي، هذا الشخص ما زال ما شفناش الأوراق الأخرى، هذا الشخص رومانسي، محب كبير، قلبه مفتوح، وبسرعة يقع في الحب، ولكن أحيانا يأخذ البحث عن المال، جمع الأموال الأولوية لديه، ليس الحب عنده الأولوية، وإنما يترك الحب ليذهب إلى البحث عن الأموال. ولكن سنرى ما هذا. طاف لا طاف، سنرى. الحمد لله النجمة ظهرت في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية، لا تريد أن تزعل أحد. يا حبيبي قد تضح بعض الأمور هنا. هذا الشخص مرح، مرح جدا، يحب الحياة، هذا ربما يكون كراش، مهتم بك، قد يكون شخص تعرفه، قد يكون بعض منكم، هذا كراش ومهتم بك. للبعض منكم هذا كراش مهتم بك ولا يبدي ذلك.
قد يكون عنده مكانة مرموقة في المجتمع، متعلم ويعمل وظيفة جيدة، أو هو يعمل في التجارة، أو يعمل في التجارة تاجر يعني، ويكسب الكثير من الأموال من هذا العمل الذي لديه. حب الحياة، مرح وعفوي. للبعض منكم قد يكون هذا الشخص عنده مشاكل في المحكمة، ربما كانت هناك علاقة سابقة وهو الآن يخرج من هذه العلاقة بخسائر كبيرة، مطعون يعني، مطعون، متألم، متأدب، خارج من علاقة صعبة جدا جدا جدا. هو مثل الأطفال، طفولي جدا جدا. ويقدم لك كأس الحب، يحب، قلت، بسرعة، يقع في الحب بسرعة ويحب يعني بشكل كبير. هو لأنه يقع في الحب بسرعة فيتغدر كثيرا، يتغدر كثيرا، ويجد أنه قد أخطأ في الدخول في هذه العلاقة. هناك علاقات كثيرة دخل فيها وندم وخرج منها بضربات قوية جدا. وهنا أيضا مجموعة من الذين يشاهدون هذه القراءة من الذين أقفلوا قلوبهم عن الحب. بعض منكم قد تعبتم من العلاقات لأنكم تغادرتم كثيرا واتخنتم كثيرا ومونيتم بالخذلان، وتتمنوا أن تلتقوا بشخص يقنعكم مازال بأن الحب موجود والعلاقة التي تحلم بها ستأتي. شوفوا البعض منكم البعض منكم، دعوني أفصل في هذه الموضوع، أفصل، تلقوني عملت هذه الحركة، عارفة سأفصل، أريد أن أدخل في التفاصيل. البعض منكم ما الذي يريده في العلاقة؟ دخلت لي دو أمبرنس، دو أمبرنس هي وجه أمومي. بعض منكم ماذا يريد من هذه العلاقة، سواء كنتم رجال أو نساء، يعني تبحثون عن وجه أمومي في هذا الشخص الذي تحبونه أو تبحثون عنه. إذا كنت رجل تريد أن تكون هذه المرأة مرأة حنونة، عطوفة، تهتم بك، تأخذ مسؤوليتك مثل الأم، يعني تحب طفلها، تهتم به، تأخذ مسؤوليتها ومسؤوليته على كاهلها، لا يعني أنها تنفق عليه. والبعض منكم يريد حتى أن تكون ميسورة ماديا، ولكن ليس يعني أنها تنفق عليه، ولكن تهتم به. عندما يمرض تكون من مثل الأم، تطبطب عليه، ترفع دائما من معنوياته، يريد هذه المرأة. أما النساء فتريد أيضا أن يكون هذا الرجل، تريد أن يكون هذا الرجل حنون، يعتني بها، مهتم بها، الكثير من الحب، الكثير من الحب، تبحث عن الكثير من الحب، الكثير، يكون عاطفي جدا. تكون هذا الشخص الذي شاهد هذه المجموعة قد اتغادر كثيرا كثيرا كثيرا، قد عانى كثيرا من قلة الحب، من انعدام الحب في العلاقات التي مر بها، انعدام الحب، ولهذا هو الآن يبحث عن الحب. هو الأول الحب والحب ثم الحب. هذا الشخص ميسور ماديا، سهل عليه تحصيل الأموال، شخص روحه جميلة، قلت طفولية، يطفي المرح في أي مجمع يكون فيه. من بين مواصفاته أنه لا يحب أن يسيطر عليه أحد، يقدس حريته، يقدس حريته، دارت لك في طاقته الفارسين، فارس الأكواب وفارس العصي، يعني منطلق، شخص منطلق، مندفع، ويقدس حريته، لا يحب القيود. إحساسه بالحرية هو الأول، لا يحب المرأة المتسلطة أو المرأة التي لا تحب الرجل المتسلط. هناك نساء تحب الرجال يكونوا، هناك نساء تحب الرجال يكونوا، تقول لك شخصية قوية، هما يقولون شخصية قوية، ولكن عندها معلومات يعني في اللاوعي،
يكون يتحكم متحكم قوي. تقول لك انا اريد الذي يغار علي والذي يعني يتحكم فيا. لا تخرجي لا تدخلي، هناك نساء هكذا. ولكن النساء هنا الذين لا يحبون السيطرة، أن يسيطر عليهم الرجل، يعني أنها تريد أن يكون محب أكثر من أن يتسلط يتحكم فيها. يحبها، يحنو عليها، يرعاها، يتفهمها، يتفهمها ويعطي اعتبار لحريتها، أن الحرية هي حريتها شيء مهم. ولا تكونوا أرجوكم من المربعي العقول الذين عندما يسمعون الحرية يقولون بأنه الحرية تريد أن تمشي على مشال حل شعرها. لا لا، أي كائن حي يقدس الحرية، أي كائن حي سواء كان حيوان حشرة. فلماذا الإنسان تستكثرون عليه أن يكون حر؟ الحرية، الحرية الحقيقية، ليست حرية فهي تريد أن يتفهمها هذا الشخص، يفهمها ويتفهمها، لا أن يكون متسلط عليها. هذا الشخص لا يحب الخناقات والنكد لأنه هو عفوي جدا، يقول كلاما أحيانا دون أن يفكر. أو قد يجرح أمامه، على هنا يا نايت أوف وانتس، معناه مندفع، ما عندهش. فقد يقول كلاما جارحا ولكنه هو لا يقصد ابدا ان يجرحه. فلا يجب ان يكون مع شخص يوقف له على الوحده، ولماذا قلت هذا، ولماذا فعلت هذا، ولانه عفوي لا يحب ان يضع قيود على كلامه وتصرفاته. فهذه الامور كفيله بان تجعله يهرب من العلاقه. يحب ان يلتقي بشخص مثله يشبهه، كل واحد يقدر شخصية الآخر ويقدره، وألا يفهم بشكل خاطئ. قلت بأنه يحب الحياة، يحب الحرف، يحب الحياة، يحب الفرح، ولا يحب الزعل، ولا يحب النكد. وربما بسبب هذه الصفات دخل في علاقات ولم يرتح وخرج منها، ولم يجد أي شخص بسبب هذا، لم يجد أي شخص يعطيه الذي يبحث عنه. هذا الشخص قد يكون أشقر، يعني احتمال كبير جدا أن يكون هذا الشخص أشقر أو أبيض، يعني أشقر أكثر شيء أشقر، ويحب جدا البحر، السباحة، قد يكون يمارس الرياضة، قد يكون من برج القوس. أنا ظهرت لي برج القوس الحوت، يا سبحان الله. كنت نشوف، أنا كنت نتكلم لكم على الموضوع هنا، كنت نشوف المندلة، قلت الذي اختار سوار المندلة سيكون من برجي الحوت، مش يعني بالضرورة، ولكن يعني قلت برج الحوت لأن المندلة هنا فيها سمكة. وهو ظهرت في الطاقة أنه يا إما برج القوس أو برج الحوت أو أبرج من الأبراج الترابية، لكن ما زال نشوف الأبراج هنا، برج الجدي وبرج الدلو. هذه هي. هذا الشخص قد تكون على معرفة مسبقة به، تتواصل مع بعض بشكل سطحي، أو سيكون جديد ولكن لن تدخل في العلاقة من المرة الأولى، وإنما بعد الصداقة. قد يكون مربوع القلب، شخص يحب جدا الطبيعة والنباتات. للبعض قد يكون يحب الصيد، للبعض العكس يكره الصيد لأنه يحب جدا الحيوانات، لا يحب أن تؤذى الحيوانات. هذا الشخص محبوب جدا، عنده الكثير من الناس يحبونها لأنه مرح ويتعامل مع الكثيرين بكل عفوية. وفي علاقاته السابقة كان دائما يجد مشكلة مع الشريك، وربما في آخر علاقة عانى من الغيرة الشديدة، يعني الشركاء الذين يكونون معهم يغارون عليه غيرة شديدة فيحاولون تقييد حريته، وتظهر كثير من المشاكل والحصامات. وهناك من عمل له سحر، يعني قد عانى كثيرا
يعني هذه عندك عمل له السحر، هناك أشخاص كانوا مرتبطين يعني متعلقين به جدا بشكل سلبي، بشكل حتى أنه عملوا أعمال شيطانية له لكي يبقى دائما، يعني عانى من بالسحر كثيرا في حياته. قلت لكم بأنه لذلك ربما هنا ترك العلاقات وذهب إلى الأم. قلت لك هو ناجح جدا في التحصيل المادي، في بسرعة يحصل على المال، وهو عامل نشيط إذا كان موظف، وإذا كان تاجر أيضا هو نشيط جدا، وعند الأموال تجري في يديه بسهولة تامة، ولهذا ربما ترك العلاقات وأصبح يخاف من العلاقات. تعانى كثيرا وحمل الكثير، وشخص يعني عاشته صعب، عاشته سهلة وجميلة جدا، ولكن الأشخاص الذين يعني يقدرون حريته، يقدرون كيف يتعامل مع الآخرين، يعملون ثقة فيه، لأنه هو ليس معنى أنه خائن، ليس خائن، ولكن هو يتعامل بعفوية مع الكثيرين، مع الناس يعني. هو لأنه عانى كثيرا من العلاقات، دخل علاقات وقال بأنه دخل علاقات فاشلة، لأنه هو السبب لم يختار جيدا، فهو الآن صعب جدا في الدخول في العلاقات، ربما لن يدخل من أول مرة، قلت لكم ربما حتى بعد صداقة طويلة عندها فقط يقول ربما هذا الشخص يناسبني، يعني سيدرس هذه المرة، هو لم يكن يدرس أي شخص قبل أن يدخل في علاقة، لأنه طفولي جدا، حتى لو كان كبير في السن لكن دائما طفولي. لكن هذه المرة يقول سأرى إن كان يناسبني أم لا يناسبني. سنرى ورقة الحب ماذا ستقول لك. It is safe for you to love. تقول لك إذا التقيت مع هذا الشخص فهذا الشخص من الآمن أن تدخل معه في علاقة. تقول لك افتح قلبك لتعطي وتستقبل أعلى الطاقات من كل شيء، وأعلى الطاقات من كل شيء طاقة الحب هي أعلى طاقة، the highest energy of all، أكبر الطاقات، طاقة الحب هي أكبر الطاقات، وهذا الشخص إذا التقيت به فمن المناسب جدا أن تدخل معه في علاقة، سيكون شخص مناسب لك، لأن هذا الشخص انجرح كثيرا وعانى كثيرا. قد يكون لم ينجرح هذا الشخص من أشخاص خانوه، ولكن بأشخاص أرادوا أن يتملكونه ويسيطرون عليه، وهو لا يستطيع أن يكون هكذا، يعني ضد تركيبته، ضد شخصيته. نقول له الفأل ماذا سيقول. البئر بئرك، لا يشرب منه إلا من يحبك، ويكون من نصيبك من يعرف قدرك. عندما لا أضع هنا معرب المجذوب، لأن البقالات واضحة، معناها هذه ليست من المجذوب أيضا، هذه أكبر، تعال تعال أقول لكم في أذنكم، أكبر احتمال أن أكون أنا التي كتبتها هكذا في لحظة من لحظات التجلي. إذا البئر بئرك لا يشرب منه إلا من يحبك، ويكون من نصيبك من يعرف قدرك. تقول لك نصيحة هذه، أنه لن يكون من نصيبك إلا من يعرف قدرك، الذين تأخروا في الزواج، الذين تأخروا في الدخول في الحب، تطمئنك وتقول لك لن يكون من نصيبك إلا من يعرف قدرك. قد يكون هؤلاء الذين كانوا من المحتمل أن يدخلوا معك في علاقات كنت ستخرج منهم بجرح كبير. سأعطيكم مثال، مثلا هناك شخص مثل هذا الشخص مسكين، هذا الشخص دخل في علاقات كثيرة وانتهى به المطاف أن يبقى وحده ويهتم بالعمل، وأخذ قرار بأنه سأبتعد عن الحب واهتم بالعمل، ولكن بجرح كبير في القلب وبأسحار وغيره. أنت أو أنت، الله قد ماذا تقول؟ هنا كلمة، قد جنبك الله كل هذه المشاكل وهذه الصعوبات، أن تدخل في علاقة وتخرج منها وتدخل في علاقة وتخرج منها، قد جنبك الله هذا الهم، صح، هم كبير، وتخرج بالآلام وتخرج بأسحار، جنبك هذا الآلام، لأنه لن يكون من نصيبك إلا من يعرف قدرك، يعني سيأتيك الشخص المناسب، ضع ثقتك في الله أنه لن يأتي إلا
من يعرف قدرك. لو البئر بئرك لا يشرب منه إلا من يحبك، لن يدخل إلى حياتك أيا كان، لا، سيدخل إلى حياتك الشخص الذي يستحقك والذي تستحقه، لن يدخل. الله جنبك والله، أنا أرى بأنها من رحمة الله بك أنه أخرك لن تدخل في علاقات فاشلة، لأنه قد تجد الأشخاص كثير متزوجين أو أشخاص كثير مرتبطين، ولكن هل هم سعداء؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه، هل هو سؤال هم سعداء؟ إذا لم يكونوا سعداء فقل الحمد لله، لماذا أنا أبقى مع شخص تعيس معه؟ أبقى وحدي أحسن ما أكون مع شخص وتعيس معه. أفهمتم؟ أرجو أن تكونوا قد فهمتم. ونأتي إلى نهاية هذا الفيديو، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. مرة أخرى أقول لكم أنا اشتقت إليكم كثيرا، وتعلمون لا أحب أبدا أن أبتعد عنكم وأن أبتعد بالفيديوهات، يعني لن يبعدني عنكم إلا الشديد القوي. وأتمنى لكم كل الحب، كل الحب، وأن تلتقوا بتوائمكم، ونلتقي نحن في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.